طبعا في موضوع انتشر الفترة اللي فاتت حابين نتكلم عنه، ألا هو إن واحد عزم أصحابه على السحور ففوجئ بالفاتورة جاية ب 70 خمسة وعشرين جنيه. فالناس بصت في الفاتورة بقى، البيض الملحم ب 35 جنيه، الجبنة بطماطم ب 35، الفول بكذا، الفول ب 100 جنيه، العيش ب 8، يعني لقوا الأسعار رهيبة جدا، يعني شايف الكنبة ب 95. فالناس بدأت تتكلم في أزمة اقتصادية. طيب خلينا نتكلم من ناحية اقتصادية بحتة. وجود فاتورة زي ديت أو وجود مطعم زي دوت لا مش دليل على مشاكل اقتصادية نهائي. ممكن يكون في مشاكل اقتصادية، بس وجود الفاتورة أو وجود كذا ما بيدلش على حاجة، لأن طبيعي جدا في أي سوق كبير زي مصر إن يظهر فيه ناس بتقدم لطبقة متوسطة، ناس بتخدم هاي كلاس، في ناس بتعمل أسعار رخيصة جدا وهكذا. فهتلاقي التنوع ده موجود، لازم هتلاقيه موجود، وده موجود في دول كتير جدا، موجود في اوروبا وفي امريكا وموجود في دبي. ممكن تلاقي الفاتوره بمرتبك لسنين، فما فيش مشكله خالص. وانا ساعات بدخل محلات بلاقي نفس الحاجه في نفس المحل، التفاح اللبناني مثلا ب 50 ريال والتفاح الاردني ب 5 ريال. تحس ان التفاح اللبناني ده ثواب العملاق والاردني عامل عادي اللي عامله، فما فيش اي مشكله خالص. ده مش دليل على وجود مشكلة اقتصادية أو عدم وجود مشكلة اقتصادية. دي حاجة طبيعية إن يبقى فيه تفاوت أسعار. التسعير علم بيدرس، وممكن أنت تكون مستهدف طبقة معينة، وممكن تحط حاجة مثلا ب 1000 تتباع بسرعة وتيجي تحطها ب 200 محدش يشتريها، لأن أنت بتخاطب طبقة معينة وبعتمد على تأجير المكان والعمالة اللي موجودة والحاجة اللي أنت بتجيبها والمصنفات والحاجات دي كتير جدا. ففي عوامل كتير جدا بتحكم موضوع التسعير وبتختلف من مكان لمكان، وده حاجة طبيعية جدا إن أنت تلاقي الأسعار زي ديت، وناس كتيرة هتلاقي موافقة على الأسعار دي وحاسة إنها كويسة ما عندهاش أي مشاكل فيها. الأمر الآخر بالنسبة للدعاية، هل الموضوع ده عمل مشكلة للمكان؟ بالعكس، ده مفيش حاجة اسمها دعاية سيئة. الدعاية إذا أحسن استغلالها هتجيب زباين. أنت ممكن تكون بتعدي على المحل ده كتير ومفكرتش ولا مرة إن أنت تدخله، بس ممكن تدخلوا بقى من باب الروشنه، ممكن تدخلوا من باب طب نجرب، طب تتمنظر على اصحابك، ده انا عايزينكم في المكان الفلاني، تعمل له دعايه. زي ما عادل امام في مسرحيه شاهد ما شافش حاجه، لما كان بيهزر مع الحاجب فكان بيقول له ايه، عارف الراجل بتاع النفق الكوبري لما بتاع عباسيه، في واحد بتاع عصير ما تشافش منه. هو فعلا محل العصير ده كان مشهور ان هو يعني معروف ان هو العصير بتاعه وحش، مش نكته، والراجل كان متضايق جدا وعايز يرفع قضيه، فكان هو اشتهر، الناس بقت تروح له مخصوص لانها سامعه الاسم وبتهزر وعارفه ان هو عصير وحش بس تروح تشتري، والراجل اشتهر بسبب الحاجه زي كده. الامر الاخير، الناس بتتكلم على موضوع ان الدوله لازم تقف وتوقف حاجه زي كده، او لا هي ده حاجه طبيعيه والدوله مالهاش علاقه بالموضوع دوت. المساعد والله لان دي حاجه عرض وطلب، تمام. المحل دوت لو ما فيش حد ما عندوش زباين اكيد هيغير الاسعار وهيبدا يظبط الاسعار بتاعته. ثانيا، لو انت بصيت كده هتلاقي ان الدوله واخده الضرايب 14%، فهي عايزه ايه تاني؟ تمام، يعني هي الفاتوره 800 وبقت ب 900 بسبب الضرايب ديت، فهي كده واخده حقها، ومقابل طبعا المفروض انها بتقدم خدمات وهكذا. فما فيش حاجه اسمها ان الدوله تقفل المحل عشان اسعاره غاليه، اللي هو لو ملوش زباين هيقفل. دولة واخدة الفلوس بتاعت الضرايب دي فاتورة واحدة في ثواني، فما بالك بقى عدد كام واحد كان موجود في المكان دوت لكام ساعة، فواخد حقها. وده محل بيقدم حاجات حلال، ده فطار ما فيهوش أي حاجة حرام. بس أنا حبيت بس أوضح بعض النقط، وربنا يبارك المكان، ما في يعني ما فيش أي هجوم عليه، وأنا عادي يعني، أنا عمري ما رحت المكان دوت ولا سمعت عنه، بس أدينا سمعنا الاسم.